والتوحيد والعقيدة من أهم الأمور، ولذلك من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم جاءوا للدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل دعوتهم هي دعوة التوحيد، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل. ومما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال تتوقف صحتها على التوحيد، فمن صحح التوحيد قُبِل منه العمل. ولهذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكل عمل يتوقف على التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأيضاً يتوقف على المتابعة، وهي أن يفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضاً أنه أول أمر يُسأل عنه العبد في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيُقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا يدل على عظم شأن التوحيد. وهذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ من هذه الأسئلة صنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته القيمة، وهي ثلاثة الأصول، فإنه بناها على هذه الأسئلة الثلاثة، لأن الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم.